بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت تشكيل الأفضل في موسم 2022-2023 على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واللي تم اختياره بناء على تصويت الجمهور، واختارت الجماهير مارسيل كولر أفضل مدير فني في الدوري. منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا أدى مرانه الأول امبارح باستاد القاهرة الدولي، وده استعدادا لمباراة إثيوبيا واللي هتتلعب يوم 8 سبتمبر في الجولة 6 والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024، وبعدها مباراة تونس الودية يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي. حرص البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومحمد غرابة مدير المنتخب على استقبال الرباعي الجديد المنضم لأول مرة مع الجهاز الفني الحالي، وهما سام مورسي وعمر كمال وإبراهيم عادل وأسامة فيصل. معسكر المنتخب الأولمبي لكرة القدم انطلق امبارح في العين السخنة تحت قيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني، وده استعدادا للتجربة الروسية في إطار برنامج الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ويستمر معسكر المنتخب لحد 11 سبتمبر الجاري، واللي هتتلعب فيه مباريتين وديتين مع منتخب روسيا الأولمبي. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى مرانه المسائي في معسكره الإعدادي للموسم الجديد في العاصمة النمساوية فيينا، وبدأ المران بتدريبات بدنية خفيفة وشارك فيها كل لاعبة الأهلي الموجودين في المعسكر الإعداد، بعدها قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتدريبات فنية. مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قرر تعيين أبو جريشة رئيسا لقطاع الكرة وعماد سليمان نائبا له لشؤون الفريق الأول دون مقابل. وفريق المصري البورسعيدي تعادل سلبيا مع الاتفاق المراكشي، وده في تاني وديات المصري بمعسكره المقام حاليا في مدينة مراكش بالمغرب استعدادا للموسم الجديد. نادي الشباب السعودي أعلن ضم الجناح البلجيكي الدولي كراسكو قادما من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي. ونادي إشبيلية أعلن عودة المدافع الإسباني المخضرم راموس لصفوف الفريق الأندلسي في صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. والحساب الرسمي لنادي نانت الفرنسي على موقع تويتر نشر فيديو تكريم الدولي المصري مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أغسطس الماضي، واللي أقيمت قبل انطلاق مباراة مارسيليا الماضية على ملعب نانت وبين جماهيره. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع للشاذلي ومننا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي.